تظاهرات البصرة لا تزال متصاعدة في ظل تنامي السخط إزاء تردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات في أغنى المحافظات العراقية الغنية بالنفط. وعلى وقع هذا الوضع وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البصرة قادما من بروكسل في مسعى لإخماد لهيب الاحتجاجات. وفقا لبيان رئيس الوزراء فقد التقى العبادي بالمسؤولين الأمنيين والعسكريين للوقوف على ما يحدث في البصرة. وصول العبادي إلى البصرة ربما جاء استجابة لمطالب بعض المتظاهرين الذين دعوا الحكومة إلى عدم الاستهانة باحتجاجاتهم. أما إذا استمر الأمر بدون تنفيذ مطالب وبدون حضور وفد قوي وزاري، مو موظف صغير يجيني، مو نائب محافظ يجيني وفد قوي يتفاوض وياي، راح تبقى الاعتصامات مفتوحة إلى شعار آخر وراح يصاعد الأمر. اليوم إحنا إذا ألف باكر نصير 10,000. الرئيس العراقي فؤاد معصوم أصدر بيانا بشأن تظاهرات البصرة طالب فيه المتظاهرين بضبط النفس وتغليب العقل والالتزام بالقانون وعدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات الحكومية والمنشآت النفطية. معصوم دعا الحكومة كذلك للاستجابة لمطالب المتظاهرين التي وصفها بالمشروعة والعمل الفوري على احتواء الأزمة. تظاهرات البصرة تأتي في وقت حرج يمر به العراق، إذ تسعى الكتل السياسية إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.